هيا نبيعوا في الغبره، هذه الغبره وهذه الزطله وهذه الكركه، فهمتني؟ هاكا فاش نبيعوا هذاك، علاش خلط علينا الحاكم؟ نبيعوا في الغبره في الشارع، فهمتني؟ باش نسترزقوا، باش نخلصوا كراء وماء وضوء والعيد نتاع اولادنا. لا خليك، لا شنو اللي صار تو؟ شنو انا ناس ما خلونيش ناخذ مواطنه هيا عاديه جيت ناخذ من عندي في سبادري، خلي خرج النسبه، خرجت النسبه، قاعده المواطنه في ديها سبادري واقفه في بور دو فرونس، ممنوعه تقف في بور دو فرونس في ديك سبادري، خلها بري امشي من هنا وما تشريش من عنده. معناها انا ما نبيع لهاش، علاش؟ اخويا انا ما نعيدش، ما نوكلش دارنا، ما نعيدش انا، اخي ما يسكوش فاطمه كي العبيد زاد احنا تلبين نهارين، ماناش تلبين لعام لا اثنين لا ثلاثه، نهارين ناكلوا فيهم الخبز، هما كلهم عايشين، هما كلهم عايشين، لحظه هما الكلهم خويا عايشين، لاباس عليهم، جاوهم بهم، نحنا ناخذوا في السلعه بالكتمه ما عند العباد، نهارين هذم واحد ينجم يتنوش فيهم، ياكل فيهم شويه خبز، عليه يا كي، عليه يا اخي، نحنا عندنا عائلات، كانها بتنسرق انا تو يشدوني يزوني للحبس، كان نخدم، ليه؟ عليه؟ يا اخي الزب ظلم هذا يا راه، ظلم هذا. محمد لا تحكي لي ايش صار، احكي لي ايش فهمت. شابه حبس، علاش عنده الصغار ينحوا له خدمته وانا مجلوطه، وعلاش ما يخليوهمش يخدموا؟ يا اخي نحن نسابه ما نعيشوش وعيشوا الحوانا. كان توا كان توا نحن او قدامكم ونصوروها زاد نعملوها بالتجراب راه، كان نحن توا نحطوا بيشانا ونقعدوا نخدموا وما نهزوش، تو يهزونا احنا وبيشانا الاخرين واضح، توا نعملوها بتفادليك ونخرجهم توا، وانت يقعد تصور، كان نقعدوا نحن ونقولوا لهم ليه تو تجي الكلاب يتهزوا البيشان ونتهزوا انتوا احنا. يا شوف السلعة، شوف السلعة، شوف سلعتنا كيفاه، يجي يصور سلعتنا. يجري شوية. ما نخدموش فيها، ماناش توانسة نحنا، سامحني ماناش توانسة ما نخدموش. شنو تيبان عليه سايبنا، الناس كل سايبتنا، ما عندناش صغار، ما عندناش عيد، ما عندناش حد شيء. نحنا نصابة، خويا نحنا نصابة نخدموا نسترزقوا، عندنا عائلات، عندنا صغار، عندنا ماتنا، عندنا بيتنا، عندنا خواتنا نحبوا نعرسوا لهم، نحبوا كذا، ما خلوناش. كل ليلة هكا، كل ليلة هكا. خويا البلاد هذيا ولد حوت ياكل حوت، قليل الجهد يموت من الاخر. من الاخر طبيعتنا. احنا كيما قالك هو حوت ياكل حوت وقليل الجهد يموت، احنا في البلاد هذيا النصاب اكثر حاجه قليل الجهد يعفسوا عليه. انا واحد من الناس اربع عائلات يخدموا معايا، اربعه من الناس، اربع عائلات ياكلوا في الخبز بس باش يعايدوا، اربع عائلات اسمعني بس باش ياكلوا ويشربوا، اربع عائلات. شوف انت هاربين، نحن توا شوف العباد، شو العباد وين تفرس؟ شوف يا اخي هذيك عباد، يا اخي لحظه خلينا نتكلم، شوف العباد، شو العباد وين تفرس؟ اخس معناها لا ما همش زوالة. يا سعيد حالي بكي والحاكم خذالي حق، يا سعيد حالي بكي والحاكم خذالي حق، يا سعيد حالي بكي والحاكم خذالي حق. ارجع 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 هات كاسكيت. يا اخي نحن ماناش مواطنين، هذه بلادنا ولا ماهيش بلادنا؟ دي كلمونا قولوا لنا، كان ماهيش بلادنا قتلونا يا خوي، علاش معايشينا في الذل هذا؟ يا اخي رانا نخدموا ماناش نسرقوا قاعدين، لانا نعملوا في العيب، لانا نعملوا في حاجات حرام، نخدموا على رواحنا قاعدين، ناكلوا في فرنك ناخذوا فيه بالحلال. تصور معانا شويه ما تقصش، هات وتشوفوا ما هاوكم، هاوما دور هاوكم باش يرجعونا. نخدموا على رواحنا يا رحم والديكم، خلينا نخدموا على رواحنا. شوف يا اخي شنيا معناها نحن نكسروا كلام الحاكم، نمشيوا للحبس، قلت لك سهله الحكايه. انا كان باش نمشي والحاب ما نرضاش نمشي الحاب، انا نحب نخدم، ماناش طالبين مشاكل، نحبوا نخدموا على رواحنا خويا. الدوله ما خدمتناش، طالبين نحبوا نخدموا، لا نحبوا نعاركوا، لا نحبوا نعملوا مشاكل، ما نحبش نعمل على الدوله. ما فما بطاله في تونس برشا، انا نحب نخدم يا تونس، ما تخدمنيش. تو نخدم وحدي، تو نخدم وحدي، مورد رزقي نجيبه وحدي ونخدم وحدي. يا خويا عندي عائله، لو عندي عائله باش تعيط، لو عندي عيلة صايمة من الصباح تشغل الفطر، حبوها تسيم 24 ساعة ولا كيفاه؟ هما مرتاحين نخدم، راني تلابت نخدم، راني لا نسرق لا نخطف لا نبراكي، نخدم نخدم، عمري 29 سنة راني نخدم، لا نخطف ولا نسرق ولا نبراك ولا نعملوا ازاي؟ خلونا نخدم. صور لي العباد كيف، صور لي العباد، صور لي العباد. صور لي العباد. شوف شوف
هاي قدامك شوف رانا عائلات رانا عائلات شقاولك ها هاوكا ريت سمعني الباش الباش يخرج خمس مرات ولا ست مرات 1500 مرة يا ناس سمعهم اخرج ارجع اخرج ارجع تفرج كيفاش حبيت تسلم ماني انا صغار شكون جاي يدوم منيش عارف هاك تشوف هاك تشوف فيها مخزر لهم كيفاه وخزر لنا نحن كيفاه وانا شادين نحن خاطر هما ياخذوا في شهري ونحن ما عندناش شهري صح احنا زويولة احنا ما عندناش شهري احنا ما نخدموش نحن على رواحنا ما يعطينا كان ربي سبحان ما عندنا شهري كيفاش هما يعايدوا ما نحن ما نعايدوش هاك تشوف لا صغار اش تعلق تشوفهم مراسة سامحني في معناتها ما عادش تلقى حتى كلام شنو نقولوا اش تلقى تلقى احنا ما لقيناش حالنا هكا شادين حيوت ونخموا شنو باش نعملوا امي يجيني يجيني شوي يجيني شوي عسلامة عسلامة جاي شنو باش تشري والله باش نشري باش نشوفوا التونيات عجبونا باش ناخذ انا فيك تجري مع النصاب هما يجيو انت تجري معاهم باش تخلطش على باش تشري نشري في حاجه على قد فلوسي باش نكذب عليك ما نجموش ناخذوا حاجه غاليه ما لحق حسوا معناتها الزوالي ملاذ الوحيد كان هوني باش ياخذ شويه من عند النصاب هذاك هو ترقى روحك تجي ما نجمش تشري ما نجمش نشري نستناو فين نشوف فيهم ويمشي يقعد بالضبط فهمت والله شو نقول لكم ان شاء الله ربي جري على سلاحه كهو ياسر البلاد الدنيا نار 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 غاليه من كل شيء على العيد معناتها والله بنتي هبطت تشري لاولادها درنا درنا ما نجمناش نشريو نشوف فيك مقبيك هزه باش راجعه داخله خارجه راجعه اي انا نشوف فيها معاقه بيديها شوف فيا حب نخدم على روحي فهمت فما حتى شيء لا عيط لا صغاري لا كري لا حتى شيء فما حتى شيء فما حتى شيء نجو نصبوا على الاقل هكا ساعتين نقولوا لهم ساعتين لا الناس بالي ينصبوا شردي يقول لي ينصبوا كان نحن هنا خاطر نحن هنا ما نتكلموش ما تطلبش حتى اعطوني بفلوسي جاي ناخذ لعيني بمشاكل لعيني بحبس لعيني شابه حبس راني قدامك صح قمه فهمت سي صح ايه نحكي لك تزيد تكلم تو يبعثوك الحبس صح انا لا امي لا بابا لهنا صاحبي يجيب لي قفه تو من الاخر هي كلها تسمر بخير راني تو نرجع الحبس عاد شوف فيه انت تو قمة القهرة وقمة الظلم اللي تحس بيه في البلاد ويقول لك علاش الشبيبة تحرق حتى اللي يحرق يرجعوه والله يرجعوه يرجعوه للهم هذايا كيفاش ما تحبنيش انا نهج منها البلاد هذايا قمة القهرة اللي نشوف فيها كي كل واحد عيلته للشر وما عايدش لصغاره وهو سلعته غاديكا قاعد يتفرج فيها بهذوما كلهم بشيت هذه كلها باش انا كلها اقصر تفرج العباد عباد تخدم احنا باش نسترزقوا تفرج وين انت عايشين يا اخوي قالك ما تخدمش مش قديم كل رمضان يصير هكا كل رمضان كل رمضان كل رمضان هكا ماهيش مهربة سلعة تونس معامل تونس مش معناتها انتم تخدموا في تونس تونس ما خلتكمش ما خلوناش نخدموا انا واحد من الناس خويا جاي من الاعلام من ولاية القروين خويا ودعمي واحد هاو بظل مصباح لليل ودعمي حط النوم ما يكحلش بيه باش واحد يبعث قوت صغاره ويبعث قوت امه ودعمي باش يصرف على امه وهم ما خلوناش نخدموا خويا والله جامل عليه ودعمي والله واحد واحد ودعمي والله والرئيس قال لك جيبوا لي ولادي من برا تزاير ليه مروك ليه قال لك جيبوا لي ولادي كي نحن ولادك علاش تعمل فينا كي في الهم يخلينا غادي يا معلم نخبنا له الكل خويا العيله كل نخبت له نخبت له العباد الكل خويا ما خلوناش نخدم ما خلناش نخدم خويا سي قايس عايد خدمنا توا شنو الحل؟ يدي حيسلبونا نخدم خويا ما تعطونيش نقول لكم اعطونا لا عاونونا لا خروضات لا حتى شيء سيبونا تو نشوفوا صوالحنا خويا الحل سيبونا هما يعسوا على جماعه الحوان تو نحن عم خويا خلينا نحن معاش تبعين تونس تو تبعين بلاد اخرى شوف سلعتي سا شوف سلعه كي تشوفها كي يدي تمشي الباش مزمر ذي مليون هذه الزطله هذا الشراب كيفاش نبيع هي ها نبيع في الخبرة هذه الخبرة وهذه الزطلة وهذه الكوكا فهمتني ها كيفاش نبيعوا هذاك علاش خلط علينا الحاكم نبيعوا في الخبرة في الشارع فهمتني باش نسترزقوا باش نخلصوا كرا وماء وضو والعيد نتاع اولادنا لا خليك لا فهمتني لا قداش رسمي له الباشا هذا سامحني هذايا ياخذوا انا بالكلمة ما ياخذوا بزاف مليون ونص ما ياخذوا يعني باش يخلصوهم هم باش يخلصوهم لي باش يعدوا هما لصغاري فازوا مليون ونص طايشين في الشارع يجيني انا موليها من بعد يقول لي خلص من نمشي خلص ما نمشي نسرق ولا نرجع نبيع الزطر بعد يقول لك كثرة السرقة واحدة من اثنين يا نرجع نبيع المخدرات يا نمشي نسرق هذوما عايشين في البلاد يا ودي ما ترحمنيش يا صاحبي خلنا نرحم روح ما ترحمنيش ما تعطينيش يا صاحبي خليني تو نكسر راسي براس لا جيت قلت لك اعطيني لا تمشي تسرق كيفاش تخدم كيفاش ايش نعمل يعني
نعيش بعشا زر نولي علوش نقف القرد ايش بيك صاحبي حتى الاقل ما يقبل هي اسره تمشي تسرق ولا يسرق ما مشيت اخت هاني نخت ماني سرقت قبل وبعت الزتله وبعتهم الكل واني تو نطلع على 7 سنين على الترويج هاني تو نطلع عليهم صاحبي 7 سنين اه وتكلم اصاح اه نطلع لتو 7 سنين على الترويج شو صورت معاك بليكا قبل شقان الفطر قلت لي يا ربي ان شاء الله نخدمه في الليل ديجا قلت لك ايش اصور بعد في الليل ويمكن ما سمعتنيش هاك تشوف على عينيك الوضع معناتها تشوف ايش نعانو هاك تشوف القهر هاك تشوف الظلم هاك تشوف الإهانة كلنا كيف كيف راه مش كان انا نحكي لك على روحي معناتها يجي 50 واحد ولا 60 واحد كلنا نخدموا اوكي صح هاك تشوف يعطوك نص ساعه تخدم فيها ومن بعد هكاك على عينيك صور هوني في النهج أو قاعدين لنا اكثر من نص ساعه في النهج هوني المواطن ما يدخل لك شوني ما نحن شاقين فطرنا تحت عيط لهنا والله ربي العظيم شاقين فطرنا قلت لك تحت حيط لهنا نستنوا معناتها باش نخدموا ساعتين هذا ما نجمش انا نروح الاربع نشق في دارنا ونقيل في دارنا ونرتاح في دارنا تو شنو الحل تو شنو يصير تو كيف ديما نقولوا حسبي انا الله ونعم الوكيل سايبونا خلينا نخدموا ديجا حكينا معاها شنو اللي باش يصير اصاح؟ شنو اللي باش يصير؟ كيفاش عاودوا لصغارنا على الاقل زي ما ذوما نخدموا نعايدوا لصغارنا بالحق نقعدوا هكاكا معناها هما يعايدوا احنا ما نعايدوش اي والله شنو بيا انا ما نعايدش لامي واخواتي شنو نعم اعطيني شنو اعطيني تعطيني انت تعال نعايد ولا ذاك اعطيني نعايد مش اعطيني انا اخويا قيس صعايد ولا مجلس اللي فرقعوه ولا هما اللي يتعاركوا في بعضهم مش اعطيني حتى واحد انا تربيت نجيب خويا نجيب نهاري ما تعطينيش قريت لك في البلاد هذيا وما خدمتنيش ما استنيتكش خويا هبطت نخدم واحد ما خليتنيش شنو نعمل معناها يا اخي نمشي فما كالعام قالك فما واحد دفن روحه في حي خرجوه حتى دفن روحه وخرجوه ما خلوش يموت اش نعمل نتلموا نمشوا ندفنوا رواحنا بالله اعطيني شنو احكموا انتم خويا هاك من بك هدي عندك لهنا بحذان او عندك برش هاك تشوف فينا كيفاش يا اخي مشني مواطن تونسي اخي قيس سعيد سامحني ما يعرفنيش ما يسمعش بيا جمله قيس سعيد مواطن تونسي راني